كمون؟ كمون ازاي؟ امال كنت عاوز يبقى فيها ايه؟ كمون علشان السمك المقلي، في مانع؟ اقدر اطلع شويش؟ اتفضل. تشاو. يا حسن، طلع استنتاجك مظبوط؟ ايوه يا فندم، من ساعه ما لقيت الجواب متطبق عرفت انهم فتشوا هدومنا واحنا بنعوم، وعرفوا اننا بوليس. وحكايه النهارده برضه زي ما بلغتنا ان قصدهم يبعدوكم عن عمليه التهريب الاصليه؟ مفيش تفسير غير كده يا فندم، وانا متاكد ان بقيه العصابه بيستعدوا دلوقتي لاستلام البضاعه وتهريبها. انا معتمد على الله عليكم يا حسن، انما المهم لحد دلوقتي لسه ما عرفناش بطن الزير دي تبقى فين. على العموم هتلاقي القوه في انتظارك في المكان اللي اتفقنا عليه. مع السلامه. ألف مبروك يا عريسنا. الله يبارك فيك يا أستاذ، والله يا أنا لو كنت بعرف أزغرك كنت زغرت لك أنا. الله، دول هدوا المعسكر. أنا كنت متأكد. وفكرك راحوا فين؟ الخيام مهدودة، ولا في أثر لا الحسن ولا ابن حميده ولا أي إنسان قد يكون. يخرب بيتي، راحوا فين؟ يكونوش الخواجات اتلموا عليكم؟ ما تخلصونا احنا بقى، ده ايه ده؟ يخلصوكوا يعني ايه؟ يعني اروح ضحية انا مفيش جواز؟ ايه النحس اللي راكبني ده يا اخواتي؟ فكوا عقدتي يا رب. حظك كده يا حميدة، هنعمل ايه المعازيم اللي جايين بالليل؟ نكتب كتاب على الحساب خلاص. مش ممكن بناتي يخشوا الا مع بعض. انا قلت كلمة وكلمتي ما تنزلش الارض ابدا. حنفي. مفيش حنفي. أنا قلت نكتب كتاب عزيزة، يعني نكتب كتاب عزيزة. حنفي. خلاص تنزل المرة دي، إنما اعمل حسابك المرة الجاية مش ممكن تنزل أبدا. أربعة ميعاد استلام البضاعة ومحدش منهم جه. وإيه الفايدة؟ عارفين الساعة ومش عارفين الحتة اللي هيسلموا فيها البضاعة. بس لو نعرف إيه قصدهم من بطن الزير. ما تفكر معايا يا ابن حميدو. أنا أعرف بس أدي زير وأدي غطاء. مش كنا يا ابني قبضنا على الباز وعرفنا منه كل حاجة؟ الباز ما يعرفش، ده سألة تانية قدامي ما رضيتش تقول له. اما انا مغفل صحيح، بطن الزير يبقى فيها ايه؟ صحيح، بطن الزير يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها ميه طبعا. وافرض فيها ميه؟ يبقى احنا غلطانين ان بندور في الجبل، لازم ندور في البحر. ابدا، ميه الزير ميه حلوه والبحر ميته مالحه. شوف لك بطن تانيه. انا متاكد ان فكرتي صح، الجماعه دول كانوا جايبين معاهم ادوات صيد وغطس، لازم بيستعملوها عشان يجيبوا البضاعه من تحت البحر. معاك، يبقى برضه معرفناش فين بطن الزير. لازم تكون قريبه من هنا. ايه اللي يخليهم دايما يعسكروا في الحتات دي عشان يكونوا جنب شغلهم؟ وريني. هم يا حميدو، بطن الزير يا حميدو، يلا بينا. ايوه، مش نبلغ القوه الاول؟ مفيش وقت، قبل ما نبلغ القوه يكونوا مشوا. كتر خيرك يا رب. يا رب.
فين الولاد بتوعنا؟ مش عارفه، لازم حسن هو كمان هنا. حسن؟ تالت رصاصه. اربعه، بدل ما رصاصتين ومسدسك يفضل. أنا برضو بقول مش ممكن بناتي يخشوا إلا مع بعض. يعني إيه؟ عايز تمشي كلامك علينا؟ اكتب كتاب عزيز يا شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. حميدة عزيزة، يا صلاة النبي أحسن. مين ده زوجي؟ هو ده. اتفضل معايا. مين؟ أنا؟ يا مستي، مودينا الراجل على فين؟ على السجن. تسمح لي يا ريس حنفي اطلب منك ايد عزيزه؟ يلا يا عم شيخ احمد، اكتب كتاب حميده على حميده وعزيزه على حسن. ازاي حسن هيكتب كتابه على عزيزه من غير ما يقرا فتحتها؟ انا قلت اكتب كتاب الاثنين، يعني اكتب كتاب الاثنين. وانا قلت يا حميده وبس، يا مفيش جواز. يا وليه اسمعي الكلام، انا راجل وعمر كلمتي ما تنزل الارض ابدا. حنفي مفيش حنفي.